يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فرج اللهم عنا بحقهم فرجا عاجلا غير عاجل. اللهم شافي كل مريض، لا سيما مرضانا، البسهم اللهم لباس الصحة والعافية. اللهم فك كل أسير، لا سيما أسرانا وأسيراتنا، أرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وخلصهم من أيد الظالمين يا رب العالمين. اللهم رد كل غريب، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واغلل الكفار والمنافقين، واحلل غضبك بالقوم الظالمين. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا وسفك دماءنا واستباح حرماتنا، إنك على كل شيء قدير.